خير يا نعمك، والدتك هتبقى بخير ان شاء الله. يا رب. الدكتور كشف عليها وعملوا لها الاسعافات اللازمه، بينا احنا نحصلها على المستشفى. يلا يلا. راح فين انت؟ تعالي نحصلها بعربيتي. حاضر. بينا يا نعمه. مين الراجل ده؟ مش عرفني. يمكن يكون قريبهم ولا صاحبهم. هو انا شيخ حارة؟ انت بتبرطم في الكلام وتقول ايه يا ابن المتضايق؟ الله 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 الله، انت هتشطر عليا ولا ايه؟ ما تشطر على اللي خطف منك الموزه وكمان بتطول لسانك عليا. روح امك. نعمة دي بتاعتي بتاعتي ملكي، واللي هيعرف لها هرمي وشه بمية النار. قوم السكر وسيطرنا عليها. الحمد لله. اطمنوا، حالتها مستقرة. كمان ساعة هننقلها من العناية الأوضة عادية. مين فيكم اللي هيبات مرافق معاها؟ هي مدام نعمة بنتها وأكيد مش هتسيبها. خلاص، بس دوني اسمك قبل ما تباتي عند الممرضة اللي هناك دي. حاضر، متشكرين أوي. شكرين. مع السلامة. أيوة بس من غير ما تبسبسي، لو كان على شغلك اتصلي بيوم وخدي أجازة. أنا بقصد حساب المستشفى. طمني. حساب الدفع. مين دفع؟ أنا. طب ممكن أعرف كيف؟ لا مش ممكن طبعا. جريس نعمة، الست والدتك دي زي ما تهمك تهمنا كلنا. بس ده كتير قوي يا حاج. والحمد لله خير ربنا كتير. الدين ده هيفضل في رقبتي وهسددهولك كل شهر من مرتبي. ماشي، اللي يريحك. بس المهم أنا عاوزك بقى تخلي بالك من والدتك، عايزها تصحى تلاقيكي واقفة جنبها. أنا مش عارفة من غيرك كنت هعمل إيه. ولا يهمك أي حاجة، طول ما انا جنبك ما تقلقيش من ايتها حاجه. ربنا يخليك يا حاج ويعلي مراتبك يا رب ويرزقك ويحميك يا رب يا قادر يا كريم. بالنسبه يا حاج للموضوع اللي كلمتنا فيه النهارده الصبح. ماله؟ يعني حضرتك فكرت في الموضوع ده كويس. شوف يا مختار يا ابني، انا ما قلتلكوش الا بعد ما هريت نفسي التفكير. وطالما يعني ان انا مش هعمل حاجه حرام يبقى ما حدش له حاجه عندي. اذا كان كده ماشي، انا ما عنديش مانع. بس ايه هتبسبس ليه؟ يعني جوازه زي دي يا حاج ممكن يكون لها توابع. توابع ايه؟ هي زلزال. زلزال يا حاج، انا قصدي يعني ان العروسه بعد فتره ممكن تحبل وتجيب لك عيل. يا ريت تحبل وتجيب العيل. وماله ما يجي العيل، هيبقى اخوكم وهيبقى له نصيب في كل حاجه زيكم بالظبط. طبعا ده لحمنا. الله، انا بس يعني بفكرك ان الواحد مش ضامن يعيش قد اللي عايشه. انت هتفول عليا يا مختار ولا ايه؟ يا نهار اسود، استغفر الله العظيم يا رب. ربنا يديك الصحه وطول العمر بعد الشر عليك يا بابا. انا مش فاهم عاوز توصل لايه. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. انا ما عنديش مانع تتجوز وتعيش حياتك على الاخر براحتك، انما يعني حرام تجيب عيل وانت في السن ده، انا قلبي عليه مش اكتر. شوف يا مختار، حتى لو ربنا اراد وسبته انا هسيبه مين يعني؟ ما انا هسيبه لاخواته ورجاله كبار هياخدوا بالهم منه مش هيسيبوه. ولا انت ايه رايك؟ طبعا طبعا، ده اخونا واللي حضرتك شايفه واعمله، انا بس بقول رايي. فضلك بقى بالموضوع ده وخلينا في الشغل. قبل ما فضيني بس ممكن اعرف مين العروسه؟ والحقيقه انا لسه ما اخترتش، بس قدامي كام واحده كده، لما افضح الاقي واحده منهم. طب ما تقول لي عليهم ونختار سوا. يا اخويا روح اختار لنفسك انت يا سيب اختار، بدل ما تختار لنا. كله بأوانه يا حجوك، واول ما اطمن عليك في بيت عدلك واشوفك كده مرتاح ومتهني اشوف نفسي انا بقى. فيها هو انت اللي ابويا ولا انا اللي ابوك؟ هو مين فينا اللي خلف التاني؟ ما بقتش فارقة يا حجوجة، وربنا يخلي لنا الحباية الزرقاء. اللهم امين، اللهم امين. شكرا. ألف 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 سلامة عليك يا ست الهاني. ده الحاج عبد الستار يا ماما اللي كنت كلمتك عنه. أهلا يا حاج. أنا مش عارفة أتشكر لك إزاي على كل اللي عملته عشاني. ما تقوليش كده يا ست الكل، ده أقل واجب. طب دي غلاوتك أنت والست نعمة عندي ملهاش تمن. تسلم يا أصيل.
طيب استاذنك انا بقى هنستنى بره عشان ترتاح. لا ازاي، انا لازم اطلب لك شاي دلوقتي حالا. طيب وماله، نشرب الشاي بس بره عشان نسيبها ترتاح. عن اذنك يا حاج. اتفضل يا حاج. اتفضلي. انا الصراحه مش عارفه اشكرك ازاي، انا تعبتك معايا قوي يا حاج. مش كده، تعبك راحه قصدي. الكل الكافيتيريا هناك، تعال نروح نشرب كوبايتين شاي. ايوه بس انا يعني احبس بشاي وانا على لحم بطني؟ انا بصراحه ربنا جعان. بقولك انت مش جعانه؟ لا ماليش نفس. انا بقى ليا نفس، وهعرف ازاي افتح لك نفسك. انت لذيذ قوي يا حاج. وانا عارف. المهم قلت ايه؟ في ايه؟ هتيجي تتعشي معايا ولا هتعتبريني غريب وترفضي المره دي كمان؟ انت اللي عملته معايا يا حاج يخليك اكتر من الاهل. يبقى هتيجي. هوبا. مين اللي هياكل كل ده؟ انت بالهنا والشفا. بس ده كتير قوي. مفيش حاجه تكتر عليك يا ابل. يلا يلا بسم الله. وده ثمنه كام بقى ده؟ انت مالك ومال التمن؟ ما تقلقيش، انا اللي هدفع. وطمني مش ههرب واسيبك تغسلي الصحون عنده. ايوه انت هتدفع دلوقتي وانا اكيد هدفع بعدين. ما هو مش معقول تكون بتعمل كل ده معايا لوجه الله، اكيد في حاجه تانية. لا تانية ولا تالتة، كل الحكايه ان انا تعاطفت معاكي ومع ظروفك. الله، الناس مش لبعضيها ولا ايه؟ بس كده؟ لا، وبصراحه كمان انا معجب بيك. ارتحتي؟ طب واخره الاعجاب ايه؟ بص يا حاج، انا ست متطلقه لكن انا مش بتاعت لف ودوره. انا كمان راجل بتاع ربنا وماليش في الحرام. يعني ايه؟ تتجوزيني. انا اتجوزك انت؟ على سنه الله ورسوله بمأذون وشهود. بس انا بقى ليا شرطين. انا راجل متجوز وعندي رجاله كبار، ومام الحاجه ست مريضه بالقلب، خبر زينا ممكن يقضي عليها. عشان كده جوازنا لازم يبقى في السر. طب والتاني؟ مفيش خير في تعال. انا راجل في اواخر العمر، وعلى راي المثل ولاد الشيبه يتامى. وطمني حقك هتاخديه تالت وتالت، وكمان هأمن لك مستقبلك. ازاي يعني يا حاج؟ هدفع لك مهر نص مليون جنيه، ونص مليون تانيه هجيب لك بيهم الشقه، ده غير الشقه بقى هجهزها لك وارتبها من مجاميعه واكتبها لك باسمك كمان. انا مش عارفه، انا حاسه اني متلخبطه مش عارفه افكر. خلاص لما تفوقي بقى من اللخبطه فكري براحتك واحسبيها كويس وبلغيني بقراري. الحمد لله على السلامه يا حاجه، وربنا يطمنا عليكي دايما. تسلم يا حاج يا ابو الذوق. هو مش هتطلع علشان تشرب معانا اي حاجه يعني؟ لا معلش، الوقت متاخر، وقت تاني، وكمان عشان الحاجة تستريح. لا لسه بدري، ونبي تطلع، ده انا عندي بن محوج يستاهل بقك. اطلع بقى يا حاج. ماشي يا حاج. اهلا وسهلا. عشان خاطرك انت بس انا هطلع. يا اهلا وسهلا. اهلا. اهلا بيك. الحاره نورت. منوره باصحابها. اتفضل يا حاج. خطوة عزيزة. يا عز مقدارك. وإيه الحكاية يا جدعان؟ تاني الراجل ده؟ وإيه الحكاية؟ عمال يتنطط لهم كده زي حرام الفراخ. ده أنا أخطف عمره قبل ما يفكر يخطفها مني. اهدى بس يا خاشر. أوعى يا. اهدى بس. امسك خد القرص ده. قرص إيه؟ غور من وشي يا جحش. خليك على العال. اتفضلي يا ماما. تسلمي يا بنت، تسلمي من كل راجل. اتفضل يا حاج. اتفضل يا حاج. زيد فضلك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. روعي. مين الراجل ده؟ انت مالك؟ بقول لك مين الراجل ده يا بنت؟ واحد قريبنا. وبعدين انت ايه اللي دخلك في حياتنا؟ انا قلت لك 100 مره قبل كده ما تدخلش في حياتي. يا ما انا بحبك.
ليه مش عايزه تفهميني يا اخي؟ وانت ليه مش عايز تفهمني؟ مش عايزاك. امشي اطلع. طيب طيب خلاص، بس اعملي حسابك في بينا وبين بعض كلام تاني. امشي اطلع بره. نور يا حاج. انت مضلم. مين ده؟ واحد جارنا وبيحبني وعايز يتجوزني بالعافيه. معقوله لسه في كده؟ واكتر من كده يا حاج، ما احنا ولايه في زمن صعب، لا لينا ظهر ولا راجل يحمينا. اطمني يا ست ام نعمت، من هنا ورايح انا راجلكم، لان انا بطلب منك دلوقتي اهو ايد بنتك نعمت على سنه الله ورسوله. قلت ايه؟ عليا الحرام من ديني لقطع خبر. كفايه انت بقى لحد هنا. اوصلك لحد العربيه. والعربيه قدامي ايه؟ وانا هتوه، انا عارف سكتي، انا مش عايز اتعبك يا عروس. خلاص يا عريس. صباح الخير. وانت من اهل الخير. خلي بالك من نفسك. وانت كمان. ماشي. اللي انت عملته ده يا عينه يا حاكم، اللي هتشوفه لو ما بعدتش عن سكه نعمه. فاهم ولا مش فاهم؟ لا يا اخويا مش فاهم. يا حرامي الصوت انتي اطلعي فوق، مالكيش دعوه. انا خايفه عليك. انا اعرف احمي نفسي كويس قوي، ولا فاهم ان انا ضعيف؟ انت هتعمل ايه يا حاج؟ هفرتك نفوخك ياض. ليه يا حاج؟ طيب احسن يعني، احنا اولاد بلد زي بعض، اعتبرني عيل وغلط. مش كل الناس يا اخويا اللي اتغلط معاهم ياض، في ناس الغلطه معاهم بعمرك. فاهم؟ فاهم يا حاج. حقك عليا، حقك عليا. اسمك ايه ياض؟ محسوبك ثابت الخشن. خشن؟ مش باين عليك اي خشونه يعني، ده انت شكلك انعم من الحريم ياض. ولا من هنا ورايح اوعى تعرض لي انا ولا نعمت. فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم يا حاج. قور من ماشي. قور ياض، قور. انت ماشي ايه؟ صباح الخير يا حلو. كنت من اهلي يا حاج.